احنا حاليا وين؟ احنا حاليا في منطقة باب الجديد ايمن الموصل. جنابك صاحب المطعم؟ نعم. شو وقت فتحتوا اليوم؟ فتحنا من الساعة 7 صباحا وحتى المساء الى الساعة 11 ونص حسب التسائل، لان احنا يعني مطعمنا معروف ما نبيت لحم يوم بيوم، شغلنا يوم بيوم، وشغلنا يتميز بالنظافة وبالاضافة الى المقبلات والاكل واللحم كله عراق، يعني قدام العين ما نشتغل خلف الكواليس. نجي على الاسعار، شلون اسعار؟ والله اسعار مناسبة جدا، يعني توافق طبقة العمال والكادحين، بحيث وجبة كاملة مع المقبلات والأكل والكباب 3.5، وبالإضافة إلى الشاي والماي كامل. يعني نفر الكباب 3.5، النص نفر، نص نفر وجبة كاملة، والنفر ب7000، حكم لأنه أكلنا كله عراقي، يعني قدام العين ماكو شيء مستورد. مستمرين بالعمل؟ مستمرين ولله الحمد، يعني فضل من الله. باب الجديد يعني هي معروفه، هي اهل الشوي واهل يعني دائما مزدحمه يعني. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. سعيد وانت بالف خير. احنا اليوم وين؟ باب الجديد. شنو رايك بالمطعم هذا؟ والله المطعم على طول نحن نجي هنا دائما، يعني يكون بين بالشهر مرتين ثلاثه نجي هنا. عوده باب الجديد يعني مطاعمها تسابق عهديا؟ هسه احسن من قبل. وين رجعت الحياة شوية أحسن من قبل. بداية التحرير تعرف كان قصب ومهدومة، وهذه رجع العالم عمر محلاتها فتحها ورجعت الحياة الحمد لله والشكر. إن شاء الله بردنا سلاما على الموصل. الأسعار شلون؟ والله الأسعار مناسبة، أحسن من كل البكانات، يعني أحسن من كل البكانات التجارية، هذه مناسبة أسعار. دائما يومية تجون لو بس بالعيد؟ لا لا، بالشهر مرتين ثلاثة. اليوم أول يوم جينا، أول يوم العيد. بالأيسر لو بالعيد؟ لا بالأيسر. بالأيسر طبعا. شوف بيته بالأيسر يجي ياكل باب جديد. صحيح صحيح. والله يا باب جديد هذا الجانب نحن من زمان متعلمين عليه، يعني تمام نحن طفولتنا غادي، بس أجدادنا بهذا الجانب، تربينا بهذا الجانب، الحمد لله النفسية تتغير. أسعد الله أيامك حبيبي وأنت بألف خير، الله يسلمك. عن باب جديد وعودته، عودة المطاعم. والله شوف باب جديد يعني احنا هو يجوز كل شهر يجي مرة، بس احنا هنا كل اسبوع مرتين يجي هنا، يعني بس نصل بهاي المكانات ما شاء الله النفسية ترتاح، يعني تشوف الناس طالعة فايتة، تحس نفسك عبالك انت بخارج بغير محافظة، يعني تحس انه براحة وبأمان، تشوف الناس هيجي، وهنا اسعارهم كلش مناسبة، وهذا المطعم عندكم ثقة باللحم الموجود؟ اكيد طبعا اكيد، لان احنا دائما نجي هنا، اكيد يعني عندنا ثقة بهم واكلهم ما شاء الله طيب. اكو اصدقاء مرات يقول لصديقه احنا نروح لهذا المطعم لان عندنا اوليات يا موعد مع تمام. صحيح، احنا اكثر من واحد يعني ناكل منهم، هذا واللي اللي فوق كلهم يعني هنا ما شاء الله نظاف وثقة. من اي ناحيه؟ يعني من ناحيه اسعارهم، من ناحيه الاكل والنظافه مالتهم، واللحم مالتهم همين طيب.